كما ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا على الهواء مباشرة أستاذ سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. من ناحية قانونية، كيف يؤثر قانون العقوبات البديلة وأيضا التوسع في تطبيقه على أوضاع المحكومين، لا سيما وأن ذلك يأتي في مجال الإصلاح، وكيف تنظر لها من ناحية اجتماعية؟ الاستضافة وتحية لك وللسادة المشاهدين، ولو سمحت لي بس أن نهنئ مملكة البحرين، نرفع اسم آيات التهاني لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المقدر وللقيادة الرشيدة، كما نهنئ أنفسنا لما تحقق من إنجازات التي شهدت بها جميع الدول المتحضرة والمتقدمة في العمل الديمقراطي في الحقوق والحريات التي حققتها مملكة البحرين. تلك الإنجازات التي انعكست إيجابا على الوطن والمواطن، واليوم إحنا كذلك نعيش منجز جديد. عودة إلى سؤالك، يعني بداية راح أشير إلى تأتي هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه بالأفراج عن عدد من المسجونين، تماشيا وتطبيق العقوبة البديلة التي تهدف إلى إصلاح الفرد والتغليل من الضرر الذي قد يقع عليه أو على أفراد أسرته من الناحية الاجتماعية. وأحبذ أن أشير في هذا المقام إلى أن ورغم من صعوبة إجراءات العقوبة البديلة إلا أنها تكافح حالات العودة لنفس الجريمة وتغليص السكانة السجنية. إن هذه اللفتة الإنسانية تعزز من مكانة البحرين الحقوقية وتؤكد على تطوير المنظومة القضائية وإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن في إطار سيادة القانون، كما أنه تطبق قيم العدالة والمساواة والالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على الأسرة وترسخ مبادئ التطور والمنظومة القضائية والعقابية. بس لأجيز في عجالة أخوي، أن هذا العفو يتيح الفرصة مرة أخرى للفرد للانخراط بالمجتمع ويسهم في بناء وطنه والعمل من جديد في بناء بحرين المستقبل من خلال اندماجه مع أسرته، كما أن هذا العفو هو تأكيد من لدن سيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه على استمرارية التطور بالمنظومة القضائية وإرساء الديمقراطية القائمة على تطوير الحقوق المدنية والاجتماعية عبر إرساء التسامح والتعايش استكمال بناء البحرين. إذن الأستاذ سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك.